يعرف المسجد الكبير بإيفري أشغال ترميم واسعة تهم واجهتيه، أشغال تأتي بعد أن صنفت فرنسا هذا المسجد كتراث وطني فرنسي، ويتم توظيف الفن المعماري المغربي في كل التخصصات لتصبح واجهة هذا المسجد منسجمة مع المعمار الداخلي الراقي. المسجد الكبير لإيفري هو مفخرة أبناء الجالية المغربية في باريس وضواحيها. يعرف هذا المسجد أشغال ترميم واسعة تهم واجهتيه وبعض المرافق الأخرى مثل مدخل النساء، ويأتي هذا الترميم لعدة اعتبارات. نحن الآن بعد 20 سنة في ترميم هذه المعلمة، أولا لضرورة، هذه المعلمة عندما بنينا هذا المركز بنيناه لكي يندمج لما بني عليها هذه المدينة الجديدة، ولكن داخل المسجد كانت هناك رونقة مغربية، الطابع المغربي كما ترون، لكي نحترم القانون الفرنسي وسلامة المصلين كان لابد علينا أن نفتح مخارج الطوارئ التي تتناسب مع هذه المعلمة. وللنقطة الثانية التي هي تفرحنا هي أن هذا المركز أصبح صنف معلمة وطنية فرنسية للقرن 21، وجاءت أمامي من صاحب الجلالة أمير المؤمنين أن نأتي رونقته خارج المسجد حتى نعطيه الطابع كامل من الداخل ومن خارجه تلك الصورة للمساجد المغربية في فرنسا، ويكون نموذجا لهذه المساجد. في المسجد الكبير لإيفري يتجلى المعمار المغربي في أبهى حلله. النقش على الجبس لا يقتصر في هذا المسجد على حائط القبلة، بل يشمل جميع جنبات المسجد ليزيده رونقا وبهاء. في هذا النقش على الجبس بالمسجد يجد استمراريته بالنقش على الخشب عند أسفل السواري وعلى الأبواب وعلى المنبر. فصحف المحمدية وبعض كتب الفقه والسيرة والعقيدة وضعت رهن إشارة المصلين ليوسعوا مداركهم في الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية وغيرها. تعود ملكية المسجد الكبير لإيفري لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد تم تصنيفه كتراث وطني فرنسي. مدام هذا المركز صنف معلمة وطنية فرنسية من طرف وزارة الثقافة الفرنسية، فمرة في السنة تفتح جميع المعالم الفرنسية حتى البرلمان والإليزي، فالمركز الإسلامي يفتح أبوابه لجميع من يريد أن يزور هذا المركز. فلذلك لابد أن نعطيني هذه المعلمة المنظر الخارجي والداخلي أن يكون في الصورة التي تليق بالمركز الإسلامي مثل ما هي تليق بالمساجد في المغرب. في المسجد الكبير لإيفري تم توظيف الزليج بالأساس في المحراب بأشكاله الهندسية الرائعة التي تشير إلى اللامتناهي وتحيل على عظمة الخالق وتحث العقل على التدبر والتأمل في ملكوت الله. التي تتوسط هذه الباحة. وفي أعلى الباحة توجد قبة زجاجية تدخل أكبر قدر من الضوء وتعطي مجالا أرحب للتأمل.
هذه الجمالية تجذب العديد من الطلبة والباحثين والتلاميذ إلى زيارة المسجد الكبير لإيفري. يقفون على روائع المعمار المغربي في وجوهه المتعددة وحرفه المتنوعة التي أبدع فيها الصناع المغاربة. تعطى للزائرين توضيحات عن بعض المعاني والرموز في الإسلام ورسالة الإسلام وطريقة المغاربة في التدين، والتي تتميز بالاعتدال والوسطية وقيم التعايش والسماحة. Cette journée donc est faite pour ces élèves de 3e, donc ils sont. هذا اليوم خصصناه لتلاميذ الجذع المشترك وعددهم بالضبط 120 تلميذا وتلميذة. هناك فوج آخر سيأتي بعد الظهيرة. يأتون ليتعلموا أن هناك ديانات عديدة. لدينا جميعا الإله نفسه. ربما نعبده بطرق مختلفة، ولكن الأهم هو أنه المعبود ذاته. نحن جميعا إخوة، إذن يتعرفون على جذور أخرى، وهؤلاء الشباب يكتشفون ما يجري في ديانات أخرى حاضرة في فرنسا وحاضرة في بقاع العالم. qui sont effectivement présentes en France, qui sont également présentes dans le monde entier. المسجد الكبير لإيفري فضاء منفتح على محيطه. هذه القاعة الكبرى هي من مرافق المركز. تعرف هذه القاعة تظاهرات كبيرة مثل دورات تكوين الأئمة ومحاضرات وندوات، إضافة إلى لقاءات منتظمة في إطار الحوار بين الأديان، حيث يشارك في هذا الحوار مسيحيون ويهود، إضافة إلى دورات تكوينية في مختلف التخصصات. في يوم الجمعة يصبح المسجد الكبير لإيفري وجهة المسلمين من كل مقاطعات باريس. يمتلئ المسجد عن آخره. اليوم جاءت أعداد المصلين بشكل أكبر، فهم يعلمون أن الخطيب هو الدكتور عبد الرحمن البوكيلي الذي جاء من المغرب. للجالية المغربية تعطش خاص للاستماع إلى العلماء المغاربة وما ينثرونه من ذرر وما يبثونه من أضواء تنير مسيرة أبناء الجالية الدينية وتعطيهم مناعة روحية تحميهم من السيل الكبير لمختلف التيارات في المهجر. ونظرا لحضور المسلمين غير الناطقين بالعربية من إفريقيا وآسيا والجيل الرابع من أبناء الجالية ليتعمم الاستفادة. السبب الأول هو أنه ماشي بالضرورة المسلمين كاملين اللي كيشتوا اليوم صلاوا في هذه القاعة كيفهموا العربية الفصحى. عندنا الأجانب اللي غير العرب، هادو مبدئيا خصهم ترجمة. ثانيا كاينين الأفارقة، كاينين حتى بعض الصينيين هنايا، كاينين يعني الجنسيات مختلفة. ثالثا كاين الشباب ديالنا، الجيل الصاعد دابا ما كيفهموش اللغه العربيه، اللي فيهم كيفهم الدارجه قد يكون ويا الله العربيه الفصحى لا. كاين الجيل الاول، الناس كبار كيتكلموا بالعربيه الدارجه مطلقه، ولكن المصطلحات اللغويه ديال اللغه العربيه الفصحى ما كيفهموهاش. يعني قاعه بحال هذه اليوم 95، يجي تحسب 95% ديال الناس ما كيفهموش اللغه العربية، ولهذا الترجمة ضرورية. لأن من الناس اللي كيجيو عندي أنا في الأخير بعض المرات يقولوا لي جزاك الله خير، راه مغاربة من الجيل الأول. يعني هنا كتحسوا بضرورة. ثانيا السبب الثاني هو احنا موجودين في فرنسا، وفرنسا كتقول لك المواطنين الفرنسيين اللي هما مسلمين ما تبغيش بيش اي مواطن فرنسي يحضر يصلي الجمعه ويخرج وهو ما فاهمش اش قال الامام يوم الجمعه. دونك ان هذه من الضروريات، وحنا كنحترموا الحمد لله. يعني كي راكم شفتوا النموذج، الخطيب تيخطب، الا كان الخطيب يعني كيتكلم بالفرنسيه راه كيترجم هو نفسه، الا كان الخطيب بحال جانا شي عالم من المغرب شي ما كيتكلمش بالفرنسيه ولا، حنا كنديروا الترجمه. يخطط المسؤولون في المسجد الكبير لإيفري للأنشطة على طول السنة، فهذه الأنشطة كثيرة ومتنوعة وتستلزم طاقات بشرية ومادية لتأطير أفضل لأبناء الجالية المغربية، تأطير يراعي مبدأ الوسطية والاعتدال والتعايش. وإذا نظرنا على المجتمع الفرنسي الذي نعيش فيه،
هو يطبق الشريعة بدون أن يعلم. الحفاظ على وعلى كل ما يدعو إليه الإسلام. نحن نعيش في هذا البلد. كذلك قضية الحرية، ما فيش رسالة سماوية أعطت للإنسان الحرية مطلقة وهو لكم دينكم ولي دين. نحن مواطنين فرنسيين نشارك في 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 في, 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 في بناء هذا البلد، ولنا نموذج في الهجرة الأولى التي هاجرها جعفر بن ماذا قال لهم؟ اذهبوا إلى الحبشة، هناكم ملك لا يظلم عنده أحد. فنحن إذا لم نظلم هنا فلا بد أن نكون مواطنين صالحين لهذه البلاد، وأكثر من أي مواطن، لأن المواطن العادي الفرنسي هو سفير شخصه. تتضافر جهود أبناء الجالية المغربية في أرجنتوي لبناء مسجد السلام الذي سيكون واحدا من أكبر المساجد في فرنسا. ومع نهاية الأشغال بهذا المسجد سيتم حل مشكل الازدحام في صلاة الجمعة وفي رمضان وفي العيدين، وسيلعب هذا المسجد أدوارا هامة في تأطير أبناء الجالية المغربية في أرجنتوي وضواحيها. تقع أرجنتوي بمقابل ويبلغ عدد سكان أرجنتوي أزيد من 110,000 نسمة. في المسجد القديم يجتمع أعضاء جمعية السلام بشكل منتظم، فهم في المراحل الأخيرة من بناء واحد من أكبر المساجد التي بناها أبناء الجالية المغربية في فرنسا، إنه مسجد السلام. ويحضر بين الفينة والأخرى رئيس اتحاد مساجد باريس والنواحي هذه الاجتماعات لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بإنجاز هذا المشروع الضخم، كما يحرص السيد حمان ليعقوبي على طرح كل القضايا التي تهم مغاربة أرجنتوي، سواء فيما يخص التأطير الديني والدورات التكوينية لفائدة الأئمة وغيرها من القضايا. كانت مشاورات، كان يزورونا ونزورهم، وكيجيو دائما كيفقدونا ويجيو عندنا وكيساهموا معنا، كيعطونا نصائح. بشكل شبه يومي، حيث يقفون على مستوى الأشغال في كل مرافق المسجد. لم يبقى على نهاية الأشغال إلا شهور قليلة، فقد تم الانتهاء من الأشغال الأساسية. يتم توزيع من خيوط الكهرباء والهاتف وغيرها، إضافة إلى أنابيب المياه الباردة والساخنة وأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.
ويبنى مسجد السلام على طابق أرضي وطابقين علويين. هذا المركز هذا التكلفة ديالو تقريبا 5 ملايين ولا 6، ولكن بالحكمة ديال الناس اللي معنا سيدي زانجينيور واللي معنا في الجمعية توصلت التكلفة ديالو حتى 3 ملايين و500، دونك باش يكمل كلشي مشروع. دونك رانا في النهاية ديال المشروع، بقات لنا واحد 800,000 يورو ولا هكاك باش يكمل المشروع. بعد نهاية الأشغال سيمكن لمسجد السلام أن يستقبل حوالي 4,000 مصلي ومصلية، خاصة أيام الجمعة وفي صلاة العيدين. فالمساحة الإجمالية للأرض تصل إلى 2700 متر مربع، بني منها 900 متر مربع على 3 مستويات. هذا المبنى الضخم تطلب أزيد من 5 سنوات من العمل، وينتظر أن يستقبل المصلين من المقاطعات المجاورة مثل كولومب وأنيير وغيرها من المقاطعات. كاين المرافق ديال بوزون، كولومب، أرجنتو، كاع المرافق ديال كيسمو عندنا كيجيو عندنا يصلوا هنا. لن يتم التفريط في المسجد القديم، فهو يضم حاليا 12 قسما ويدرس به حوالي 860 تلميذ وتلميذة. وستتم إعادة هيكلة هذا المبنى ليصبح مدرسة تضم مختلف المرافق، خاصة وأن طلبات تسجيل ندوات ودورات تكوينية للأئمة ومسابقات في حفظ وتجويد القرآن الكريم. وهذا هو البعد الحقيقي. له داخل وخارج المغرب. يساهم رجال الأعمال الشباب من أبناء الجالية المغربية في العديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية. السيد سعيد الحمدانية تربطه اتفاقية شراكة مع اتحاد مساجد باريس وضواحيها، ويتكفل بإرسال مجموعة من المغاربة المعوزين. L'agence est spécialisée dans le cœur du métier de notre agence de voyage. وكالتنا متخصصة في التنقلات المهنية. Monsieur le docteur Houman Yaqoubi. Le partenariat se passe vraiment très très bien parce que c'est un partenariat vraiment. تسير الشراكة بيننا بشكل جيد بما أنها شراكة رابح رابح. ما
فانا الشباب المغاربة، أقصد مقاول شاب نجح في أعماله هنا. هو مغربي بكل معنى الكلمة، وطني يحب المغاربة، وهو من المتدخلين العاملين مع اتحاد مساجد باريس والنواحي في إطار إمكانيات. Dans le cadre de l'UMR, à se pencher sur la question de l'Hajj al-Umra, tout le monde nous a déconseillé. عندما فكرنا في إطار اتحاد مساجد باريس والنواحي في الانكباب على مسألة الحج والعمرة، الكل نصحنا بعدم الخوض في هذا الميدان لأنه مجال صعب وفيه مشاكل عديدة. أغمضنا أعيننا واخترنا. كان هناك طلب عروض. تحملات، وهناك اتفاقية بين الحاج أو المعتمر وبين وكالة الأصفار، وهكذا بدأنا رحلات العمرة. في البداية بدأنا من الصفر، فالناس يكونون حذرين، ولكن بعد تنظيم الرحلة الثانية للعمرة بدأ الناس يتحدثون عن مستوى الخدمات، والآن بمجرد أن نعلن عن رحلة تنهال علينا الطلبات، وسيكون السيد سعيد مرغما على الزيادة في الحجوزات لأن الأعداد تتكاثر. في هذه الشراكة بين وكالة الأصفار واتحاد مساجد باريس والنواحي، هناك التزامات للوكالة بعدم تغيير شركة الطيران المتفق عليها، وعدم تغيير الفندق المتفق عليه، واحترام مستوى الخدمات المتفق عليها ضمن دفتر التحملات. وهناك بعد اجتماعي وإنساني لهذه الشراكة، فالوكالة تمنح فرصة العمرة لشخصين بالمجان، لكن بشروط مضبوطة. On offre également deux omras à tous les pèlerins, du moins à certains pèlerins sélectionnés. نمنح أيضا عمرتين بعد سحب يقوم به اتحاد مساجد باريس والنواحي، يجرى بمعايير خاصة بين أشخاص ليس لهم إمكانيات مادية للقيام بالعمرة ولكن لهم القدرة البدنية. هناك سحب أولي يجريه اتحاد مساجد باريس والنواحي، بعد ذلك هناك سحب على مستوى الوكالة للتعرف على الشخصين الفائزين بالعمرة. Et ensuite, il y a une deuxième sélection qui se fait au niveau de l'agence pour les personnes justement à qui on offre ces deux omras. Si Saïd Allah jazih bikhir, il nous offre deux omras gratuites chaque fois. السيد سعيد جزاه الله خيرا يمنح لنا عمرتين بالمجان في كل رحلة. نحن ننظم سحبا على مستوى المساجد، فنحن نسحب أسماء المساجد لا أسماء الأشخاص، وعلى كل مسجد أن يقدم لنا شخصين، ثم يكون سحب الأسماء بتنسيق مع وكالة الأصفار. يعد الكثير من الأشخاص الذين قاموا بمناسك العمرة بالمجان بفضل وكالة الأصفار هذه. بدأت هذه التجربة ببضع معتمرين، وتوالت الرحلات وترسخت الثقة، وأصبحت الطلبات تصل إلى مئات المعتمرين، منهم العشرات الذين تعطى لهم فرصة القيام بهذه المناسك بالمجان. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الحلقة من برنامج مآذن الوسطية والتي قدمناها لكم من العاصمة الفرنسية باريس. شكرا على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.